بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة مالك الكريم ولكل مشاهدي قناة آي نيوز. بداية احنا موضوع الحوار الوطني، نعتقد ان دعوة السيد رئيس الوزراء لم تكن دعوة واضحة المعالم، حيث انه خطابه يعني كان موجه اما للطبقة السياسية او الكتل السياسية المشكلة للحكومة، او طلب من الجهات المعارضة للعملية السياسية. هناك جهات معارضة لمجمل العملية السياسية، وهناك جهات معارضة للحكومة، فما نعرف يعني دعوة رئيس الوزراء موجهة لأي تشكيل أو لأي جهة. الشيء الثاني، إذا كانت الدعوة موجهة لجهات المعارضة للعملية السياسية، فباعتقادي أنه هذه الدعوة عندنا تخوف من بعض الجهات التي قد تكون ملطخة أيديها بدماء العراقيين، وهذا طبعا الأغلب بالعملية السياسية يرفض دخول هكذا نماذج عليها ملاحظات أو مسجل عليها ملاحظات، أو أن القانون العراقي أو القضاء العراقي مؤشر أو عليهم أحكام قضائية أو إجراءات منع. هذا اللي نظرة في تحالف الفتح.